السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندسة هالة مصطفى، وده كورس التشطيبات، والنهاردة مقدمة عن الكورس ومحتوى الكورس. كورس التشطيبات، لما أجي أتكلم عن التشطيبات بتكلم عن 4 حاجات رئيسية، هي الحوائط والأرضيات والأسقف. يعني لو جبت هنا كده بس قلم عشان أشاور فيه، العناصر الرئيسية في أي تشطيب ايا كان نوع المكان اللي انت داخله، يعني ايا كان بقى، لو حاجة من اول ما تكون شقة صغيرة خالص لحد فندق كبير، هي عناصر رئيسية انت بتشتغل فيها. ايه هي؟ هي الحوائط والارضيات والاسقف، تمام. كمان في عناصر تانية اللي هي برضو هتلاقيها جوه الحاجات دي، يعني مش بتمشي منها، طبعا اعمال الصح والكهرباء، وكمان أعمال النجارة، الباب والشباك. فأنا عندي في عناصر رئيسية كده، أنت إيه بتدخل كمهندس هيشطب المكان ده أو مهندس تنفيذ، أنت بتبص على الحاجات دي. طيب إيه عناصر كل حاجة من دي؟ يعني أنا الحوائط دي عشان أشطبها، إيه هي الاقتراحات اللي عندي؟ مبدئيا كده بند المباني والمحارة احتمال كبير يكون اصلا مش داخل في التشطيبات. يعني احيانا انت بتستلم اصلا الاماكن على الطوب، يعني على الطوب الاحمر، انت ما بتهتمش اصلا بشغل المباني. لكن احنا ليه هنتكلم في الكورس ده على المباني، رغم ان هو ممكن ما يدخلش اصلا في مرحلة التشطيبات، ويدخل في مرحلة التأسيس، لان انا بكلمك كمهندس تنفيذ. فخلاص انت شغل الخرسانات كله بيكون ليه شغل خاص بيه، انما شغل التشطيبات او شغل من اول المباني هتسمع مصطلحات هتفضل معاك طول الوقت، يعني ميزان المية وشد الخيط وميزان القامة، الحاجات دي انت بتستخدمها، وطرق استخدام طرق ضبط الزوايا او ضبط الافقية والرأسية، والكلام ده كله هيفضل مستمر معاك خلال مراحل التشطيبات كلها. واحيانا بتدخل المبنى بيكون على العظم، بيكون من غير مباني، فهناخد مع بعض من ضمن تشطيب الحوائط هناخد المباني والمحارة، لكن التشطيب الفعلي بيبدأ من اول الدهانات. الحوائط يا اما بتدهنها، ويا اما بتحط لها ورق حائط، يا اما بتعمل لها تكسيات. التكسيات دي بقى سواء سيراميك او رخام او حجر او خشب او جبسون بورد، هناخد طبعا الكلام ده ونشوف ايه الفرق ما بينهم بالنسبة للتنفيذ. بعد كده هنخش في مرحلة الأرضيات. برضو الأرضيات بند العزل ممكن بيعتبر برضو مش من ضمن تشطيب الأرضيات، لأن انت المفروض في الغالب، يعني لما بتخش شقة أو حاجة هي أصلا بتبقى معزولة وبيبقى حيطانها موجودة والكلام ده كله، ولكن احنا بنتكلم في فكرة ان انت لو انت واقف في الموقع وأصلا يعني خلاص خلصت الخرسانات، وهتبدأ بقى أول مرحلة من مراحل التشطيبات، فهنبدأها من البداية خالص. لكن برضو مراحل التشطيب الفعلي للأرضيات بتبدأ من السيراميك والأرضيات الخشبية والرخام والإنترلاك. بعد كده الأسقف، تشطيب الأسقف يا إما بتكون دهانات، المفروض نكتب هنا دهانات، برضو يا إما بيكون إيه تغطية. التغطية دي بتبقى بأسقف اسمها أسقف فولس، يعني أسقف معلقة، أسقف بتداري العيوب بتاعة السقف، وهنفهم معناها بعدين. لكن أشهرها بيكون الجبسون بورد والسقف الخشبي والسقف المعدني. بعد كده هتخش في الباب والشباك، فكرة النجارة أو تركيب الأبواب ومراحل تركيب الأبواب، وإزاي تستلم نجارة الباب والشباك، والقصة دي كلها نتكلم فيها إن شاء الله. وبعدين هتخش على أعمال الصح والكهرباء. طب إيه هي العناصر الرئيسية اللي أنت هتهتم بيها؟ هتلاقي كده في كل بند من بنود إحنا بنتكلم في حاجات رئيسية. إيه هي؟ إن أنا إزاي أقرأ اللوحة المعمارية، إزاي أقرأ البند من المقايسة، إيه هي أنواع الحاجة اللي أنا بتكلم فيها، سواء المباني سواء التكسيات سواء السيراميكس، أيا كان أصول التشوين ومراحل التنفيذ. أصول التشوين على حسب، لو كان حاجة جديدة ما اتكلمناش فيها قبل كده، لو حاجة كنا اتكلمنا يعني في تشوينها أو تشوين حاجة شبهها،
فيعني دي بتكون عناصر تقريبا مكررة وهنتكلم فيها كل بند نفس الفكرة، ازاي تقرا اللوحة، ازاي تقرا البند او ايه هو منطوق البند في المقايسة، ازاي تقدر ان انت تحصر الكمية بتاعتك وتطلع الكمية اللي انت هتحتاج ان انت تورطها، وازاي تشون الشغل ده ومراحل التنفيذ بتاعتك وطرق الاستلام من الصنايعي. في بعض البنود طبعا الكلام ده هناخده باستفاضة، ولكن هتقابلك في الاخر كده بعض البنود اللي هي بتكون في الغالب مش انت اللي بتنفذها، يعني انت في الغالب بتجيب حد ينفذها لك وانت بس بتستلمها، فممكن مش هنتكلم عليها كتير. لكن البنود الرئيسية اللي هي كل البنود اللي فوق دي كلها تمام، مفيش فيها يعني هنتكلم عن نفس الأفكار اللي فيها، بس عايزين نتكلم عن برضو أعمال الصحي والكهرباء. هنتكلم برضو ازاي تقرأ اللوحة، لأن اللوحة طبعا هنا مش هتبقى بقى المعمارية، أنا اللوحة الكهربائية أو لوحة الصحي، وازاي انت ترسم لوحة لو انت عايز تفهم توزيع الشغل، وازاي تقرا البند من المقايسة، وازاي تحصر الكميات برضو. ولكن برضو ممكن ما نتعمقش قوي خصوصا في الكهرباء، لان في الاخر احنا مش مهندسين كهرباء. طيب حابة برضو اقول على حاجة بالنسبة للمقايسة، علشان مش هشرح الكلام ده قدام، عايزين نتكلم عن المقايسة. طيب المقايسة دي هي عبارة عن جدول كميات، جدول بيكتب لك البند وبيكتب لك الكمية وبيكتب لك السعر بتاعه. المقايسة دي بتلاقيها منقسمة لثلاث حاجات: أعمال اعتيادية، أعمال إنشائية في الأول اللي هي الخرسانات، أعمال اعتيادية، أعمال صحي، أعمال كهرباء. الاعتيادية اللي هي شغل التشطيبات، التشطيبات وشغل الخرسانات كمان، يعني هنا جامع الخرسانات مع التشطيبات ماشي. زي ما احنا شايفين هي عبارة عن جدول بيكتب لك هنا البند ده رقم البند، وبعدين يكتب لك توصيف البند، يعني البند ده مكون من ايه. يعني احنا مثلا هنا بيقول لك بالمتر المكعب توريد وتنفيذ واختبار خرسانة عادية لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية، ومحتوى أسمنتي 250 كيلو، والرتبة المستهدفة مش عارف ايه، المهم كل ده، والفئة تشمل رش ودمج التربة وأسفلها وهكذا. وبعدين قايل لك إن الوحدة بالمتر المكعب وإن الكمية 180 متر. يبقى إذا أنا استفدت ايه؟ استفدت إن أنا فهمت إن أنا لازم أشتغل بخرسانة عادية 250. الكلام ده مهم جدا، لأن احنا كلنا عارفين إن في شغل التصميم إن إجهاد المحتوى الأسمنتي أو ال اف اس يو دي بتفرق كتير جدا، مش او وي ال اف اس يو اللي هي الاجهاد بتاع الخرسانه بيفرق كتير جدا في التصميم. فهو لو قايل لك اشتغل لي بخرسانه مثلا مسلحه اجهادها معين لازم تشتغل بيه، ما ينفعش تشتغل بإجهاد تاني. بمحتوى أسمنتي معين لازم تشتغل بالمحتوى الأسمنتي اللي هو قايل لك عليه، ما ينفعش تشتغل بمحتوى أسمنتي تاني. هو كده يعني هنا مثلا بيقول لك إن أنت هتشتغل بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 400 كيلو جرام للأساسات. فإذا ده أول حاجة أنا استفدت بيها، إن أنت هتعرف المواصفات بتاعة المواد اللي أنت هتستخدمها تمام، وطريقة كمان التنفيذ إلى حد كبير، يعني بيقولك مع الدمج الميكانيكي وتسوية السطح ومعالجته، فأنت هتعرف الطريقة اللي أنت هتشتغل بيها هتشتغل إزاي. كمان بتستفيد دلوقتي إن أنت تعرف البند ده متحمل عليه إيه. يعني مثلا إحنا في البند اللي كنا قاريينه من شوية اللي هو بند الخرسانة العادية، لو كبرنا شوية بيقول لك ايه، بيقول لك الفئة تشمل رش ودمج التربة اسفلها. يبقى اذا لما انا اجي احسب السعر بتاع الخرسانة العادية، انا مش هحسب بس المواد اللي هي المية والاسمنت والرمل، مش هحسب كده بس، لا انا كمان هحسب معاهم الرش ودمج التربة. يعني انا هشوف هعمل رش ودمج التربة دي ايه، الادوات اللي انا هستخدمها، وايه هي العمالة اللي انا هستخدمها وهحملها على سعر البند تمام.
فإذا المقيسة دي حاجة مهمة جدا، ولازم تبدأ تفهم ازاي تقراها وتهتم بكل كلمة وتفصيلة جواها. تمام، هتدخل بقى هنا من أول المباني، وهيبدأ إن هو برضو يقولك بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الأسمنتي أو الطفلي. بإذن هو هنا حدد لك نوع الطوب اللي انت تشتغل بيه، يعني ما ينفعش تروح تشتغل بالطوب رملي، ما ينفعش تشتغل بأي نوع تاني غير اللي مكتوب في المقايسة. بيقولك بعرض 25 سنتي، وفي بند بعديه بعرض 12 سنتي، يبقى أنا عارف إن أنا عندي المبنى بتاعي عندي 2 عرض هشتغل. طبعا مش نوعين، هنفهم قدام ان بعرض ال 25 سنتي ليه حساب وال 12 سنتي ليه حساب. هي نفس الطوبة، يعني انت نفس الطوبة اللي انت بتجيبها بنفس ابعادها. هنفهم ان بعد الطوبة او ابعاد الطوبة 25 × 12 × 60، خلاص يعني دي حاجة خلاص مفروغ منها. بس احنا بنتكلم ان انت بقى هتستخدمها ازاي، ايه اللي بيفرق الطوبة عن النص طوبة، هيفرق كله الموضوع كله هيفرق في الكميات. فلازم برضو ناخد بالنا من حاجة زي دي. كمان بيقولك برضو على ان يتم غمر الطوب بالماء، مع ان الحاجة دي هنفهم بعدين انها من اصول التنفيذ اصلا، لكن هتلاقي ان هو محددها لك ومأكد لك عليها في شوفي المقايسة. كمان بيقولك ان المونة ما تقلش المحتوى الاسمنتي فيها عن 300 كيلو جرام، برضو دي من النقط المهمة. والرش بالمية لمدة 3 أيام شامل تنفيذ وتخليه كافة الفتحات المعمارية وما يلزمها من أعتاب خرسانية. هنفهم برضو معنى الأعتاب، بس الفكرة إن هنا البند بتلاقي إن هو شامل كل حاجة بس. وبعدين يكتب لك الوحدة، إن أنت حاسب بالمتر المكعب ولا بالمتر المسطح ولا بالمتر الطولي ولا بالمقطوعية. المقطوعية دي يعني أنت جايب مورد البند كده كله على بعضه. هتلاقي المقطوعية أكتر في شغل الصحي، يعني أنا لو فتحت هنا شغل صحي هتلاقي بند المقطوعية والكهرباء هنا بالعدد. معظم شغل الصحي بيكون بالعدد والمتر الطولي، مفيش مقطوعية. يعني مثلا ممكن يجي لك هنا غرفة التفتيش دي بالمقطوعية، ليه؟ لأن لو انت قريت غرفة التفتيش دي هتلاقي فيها ايه، هي عبارة عن مباني من الطوب الأسمنت المصمت ليها أبعاد كل ده، وجميع السعر بقى بيشمل ايه، الحفر ونسح المية وسند الجوانب وأعمال خرسانة عادية للقاعدة وأعمال بناء وبياض داخلي يعني بيمحرها وبمونة مناعة للنافذية والردم حول الغرفة برمان مدكوكة. يعني تحس ان هو مبنى صغنون خالص اسمه غرفة التفتيش. فهو بيقولك بالعدد 9، أو ممكن يقولك بالمقطوعية، يعني أنا هاخد التسعة دول كلهم بمبلغ معين. هي المقطوعية يعني كده، يعني أنا هجيب حاجة هورطها كده زي ما هي بسعر معين. أغلب الكلام ده هتلاقيه في إيه، مثلا في الواجهات الزجاجية، في الحاجة في سلالم مثلا ستيل. أنت ما بتشغلش نفسك بتفاصيلها، ليه؟ لأن أنت بتروح تكلم الشركة الموردة، هي بتجيلك بالعمالة بتورد لك الكمية اللي أنت عايزها بالعمالة بتاعتك بالتركيب بتاعها بكل إكسسواراتها بكل اللي أنت عايزه، إن هي بتيجي تركب الشغل بتاعك وتاخد بعضها وتمشي. فبتحسب البند بالمقطوعية، بتاخد البند ساعتها بالمقطوعية، ان انت ما بتشغلش بالك بتفاصيل كتير في البند. تمام، فهي دي فكرة المقطوعية. او بالعدد لو الوحدة مكررة، لو الوحدة مكررة يعني مثلا برضو نضرب مثلا، لو مثلا انت بتجيب الكربونات اللي موجودة في الموقع ديت مش من الشركة، مش الشركة اللي بتجيبها وبتأجروها او بتجيبوها من مكان تاني، بيقول لك هات البند ده كله كده بالمقطعية. تمام، يعني المقطعية يعني المفروض ان هنا كان في بنود مقطعية، بس هي الفكرة فيها كده ان انت بتاخد، انت ما بتسألش عن اي تفاصيل جوه البند، ما بتشتريش اي حاجة انت خاصة بالبند، وما بتسألش عن تنفيذ ولا عن عمالة ولا اي حاجة. لان في بعض البنود الكلام ده هتفهمه، اللي عايز يفهمه يخش في كورس المكتب الفني شغل التسعير، هتفهم ان في بنود ليها
انت ممكن كصاحب شركة او كمقاول اصلي، ممكن ان انت تجيب العمالة والمواد والمعدات، وفي بنود انت بتجيب المواد بس ما بتجيبش العمالة، وبنود تانية المقاول هو اللي بيشاور لك المواد والعمالة، ولكن انت عليك المون اللي هو الاسمنت والرمل وكده. فاختصار الكلام ده ايه؟ ان انت بيكون الكمية بتاعتك ما ينفعش تتحسب عليها بالمقطوعية. ليه؟ لان انت بتدخل فيها الشريك بأي حاجة، بأي حاجة بتخش فيها الشريك، ولكن بنود المقطوعية غالبا انت مالكش دعوة. شغل الستيل مثلا انت مالكش دعوة بإطلاق، انت الحتة دي كلها تيجي ستيل، انت بتكلم شركة بتصمم وبتنفذ وبتورد وبتعمل كل حاجة عليها، بس انت بتيجي تقولك، انت بتقول انا عايز اعمل الشغلانة دي، يجي يعينه الكلام اللي انت عايز تعمله. اقول له مثلا انا عايز مسجد، هعمل مسجد من الستيل قدام المبنى بتاعي، تعالى شوف المساحة بتاعتك وحدد لي التكلفة. هو بقى اللي بيحسب التكلفة عنده، وبيجي يقول لك انا هعمل لك المسجد بكل حاجة فيه بقى، ويحدد لك الحاجات اللي هو هيعملها. المسجد ده هعمله بشغل الاستير اللي فيه بمليون جنيه. خلاص، هو بند مقطوعية يكتب رقم واحد فيه بمليون جنيه، ملناش دعوة بالتفاصيل. تمام، هو اللي بيجي يتفق معاك هو اللي بيحدد لك السعر، وانت يا بتوافق يا بترفض. خلاص، دي كانت من اهم النقاط اللي انا حابة اكد عليها. في محاضرة بعد دي برضو هتكون من المحاضرات المهمة، لأن أنا هتكلم فيها عن مراحل التشطيب بالترتيب. مهم جدا إن احنا نسمعها قبل ما نخش في الكورس، لأن الكورس مرتب على حسب البند. يعني أنا باخد البند من أوله لآخره بشرحه، مع إن ممكن عادي جدا البند أثناء التنفيذ إن انت تدخل تنفذ مثلا 30% من البند، وبعدين توقف وتكمل بند تاني وترجع تاني تكمل البند اللي انت كنت بدأت فيه، عشان ما نخشش في الموضوع ده. حبيت ان انا اعمل فيديو خاص بمراحل التشطيب، وبعدين بقى نبقى نخش في شغل التشطيب بتاعنا. كده خلصنا المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.